السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا أخواتي وأخواتي. هو بس عشان الناس اللي بتسأل في صوت ولا لأ، بقول لكم تكاية حتة صغيرة كده. معلم الأونلاين بالذات أو سبيشالي لازم يكون منضبط في مواعيده. اتعلمنا أو شغل الأونلاين أو الشغل مع الأعاجم، بل إحنا أصبحنا مواعيدنا منضبطة عنهم. أصبح مواعيدنا 10:30، اتعودنا غصب عنا 10:30، يعني 10:30 بالثانية تيجي 30. أنا قدامي ساعة، قدامي هرتب الساعة، حدي محاضرة كذا وكذا وكذا، وحسيب 10 دقائق فقط، يعني قدامي ساعة لعشر دقائق علشان حدي فيها الأسئلة. من كتر المراس والتمرن إن شاء الله كل واحد فينا هيتعود، بس خليك علامة مميزة إنك منضبط في الميعاد. ده يعني من علامات المعلم برضو إن هو يكون أفضل، أو المعلم الناجح. مش بقول إلا أنا يعني معلمة ناجحة أو شيء، كلنا يعني بنجاهد ونجتهد، ولكن نتعلم الانضباط هيفرق كتير جدا في حياتنا، لأن النظام أساس النجاح. الناس اللي لسه داخلة جديد، طبعا أخواتنا اللي شرفونا، خلي بالكم يا جماعة، أنا يعني يا ريت حضراتكم الكام كلها مقفولة. الأستاذة يافا، يافا كي، تمام، عملت لك ستوب فيديو لو سمحتي، خلي بالك الكام. طيب خلينا نشوف الصوت واضح كده، يا ريت حد يقول لنا الصوت واضح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب يا جماعة، خدنا في الحلقات أو المحاضرتين السابقتين أول حاجة اتكلمنا يعني عن معلم الأونلاين والمفروض هياخد إيه وإيه وإيه، واتكلمنا المرة اللي فاتت وقلنا إحنا دلوقتي بصدد معلم القرآن وفي شق القرآن الكريم اللي بنتكلم عليه. أخدنا الاستعاذة والبسملة، وده خطأ من ضمن معلمين ممكن تكون تعدي عليكم حاجة وانتم مش أخدين بالكم منها، إن أنت معلم مراجعة بسيطة بس كده صغيرة، ما ينفعش تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، ما ينفعش كده يا جماعة، الله يرضى عنك حبيبتي. فنقول هنا ما ينفعش أقول أنا معلم الأونلاين لدرجة إن أنا مثلا عادي أهم حاجة عندي إيه المضمون، استغفر الله. لا، الاستعاذة والبسملة، معلم الأونلاين مبتسم بشوش خلوق، معلم القرآن سمح عذب الكلام، سمح الوجه، صبور متواضع، في كل السمت الطيب ده. فبرضه لازم كل ده يكتمل إن شاء الله بإيه؟ بالاستعاذة والبسملة، وإنك تكون قرآنك كامل من الأول الاستعاذة والبسملة لحد كل القراءة. اتكلمنا عن بعض أخطاء المخارج امبارح، وصححنا للناس مخرج الراء إزاي بيطلع، إزاي مخرج الراء اعالج التكرار بتاعه، او ازاي ان انا اقدر ان انا اطلعه من الارتكيليشن بتاعه، او اللي هو الاوريجين ارتكيليشن او مخرجه الرئيسي. ان شاء الله باذن الله النهارده هنتحدث عن، واتكلمنا امبارح ليه بيختار سوره مريم، الموعد ده ثابت كل يوم ما عدا يوم الجمعه، وطبعا الغرفه ما شاء الله تكفي الناس كلها، مقدمه من شركه زوم اوفيس الاستاذ مصطفى العفيفي، طبعا مقدمه برعايه الشركه دي، والدوره طالعه من اكاديميه وحي نوح. راعي رسمي طبعا ليها في الزوم هو الاستاذ مصطفى العفيفي، شركه زوم اوفيس. طبعا جزاهم الله خيرا على هذا التقديم الطيب. يعني نقول هنا بقى يا جماعه، ليه الناس أو ليه المعلمين أو ليه الناس اللي زي حالتنا اللي بيختبروا المعلمين يشتغلوا معهم في الأكاديميات، ليه بختار مريم؟ مريم فيها رآءات واختلاسات وانتقالات كده كتيرة والتقات المكسورة، بختبر بيها والناس بتختبر بيها مخارج الحروف. هنتكلم على المخارج طبعا النهارده، يمكن ما نلحقش نقول المخارج كلها، لكن هحدثكم عن المخارج الصح من الهمزه للياء، وايه الاخطاء بتاعتها، وايه الاخطاء بتاعتها. خلونا هنا نشوف كل ده هنتكلم عليه، والاسئله دي كلها هنتكلم عليه. خلونا نعمل هنا
طبعا الشير سكرين بتاعنا. هنشوف ان شاء الله هشير لكم بس عشان تكون الالفابتس قدامنا. دي محاضرة من محاضرة الموديفايد نور البيان المطور. معلم الاونلاين او انت كمعلم قرآن او احنا كمعلمين هعلمكم ازاي تعملوا اكتفاء ذاتي من كل حاجة. يعني تصمم شغلك بايدك، تعمل لك ختم، تعمل لك شهادة تقدير بحاجة بسيطة جدا جدا مش هتتوقعوها او هتتوقعوا ان انتوا عندكم الامكانية ان انتوا تعملوا كده. تمام، خلينا نشوف الأبجدية الأرابيك ألفابتس أو الأبجدية العربية اللي الطالب أو المعلم أو إيه الأخطاء فيها أو المخارج عامة. هبدأ من تحت الأول، مخرج الهمزة. هقول لكم الأخطاء وبعدين هشرح لكم المخارج بطريقة الشقة أو الشقة الإبارتمنت أو الإبارتمون. تمام؟ أو الفلات. هوريكم الأول هنا إيه هي الأخطاء عشان هعلم اللي بيخطأ فيها المعلم أو إيه أكتر الحروف اللي عليها الطلب في الأخطاء. طيب، أكتر حاجة المعلم بيغلط في حرف الباء بيعومه، بيخدم لي الصوت وبيبعد عن التلاوة أو بيبعد عن التجويد. حرف الباء؟ آه حرف الباء. طب والألف دي؟ الألف بيطلعها من الخيشوم. طب والتاء؟ التاء وهي متعرضة للكسر بيطلعها مهموسة. طب والثاء ما بيجيبش همسها صح ويخليها كأنها صوت الفاء. طب والجيم بيطلعها لي دال وتاء وشين وحروف مع بعض. طب والحاء ما بيجيبها ليش سكنة مهموسة صح، بيعمل لي عليها سكت، وكمان بالمخرج بتاعها بيدخل أحيانا على العين والحاء، العين والهاء. طيب وحرف الخاء إيه ده كله فيه مشكلة؟ آه كله فيه مشكلة، كل حرف وليه مشكلة. حرف الخاء مشاكله إيه؟ ما بنجيبش الهمس بتاعه كويس، ما بنجيبش الصوت بتاع حرف الخاء بيبقى فيه داخل على الغين. يعني مثلا يقولوا يا غشا يا خشا، الخاء بيدخل على حرف الغين. حرف الدال بيتنطق زي حرف التاء وخاصة عند الباكستانيات. حرف الذال بيطلع فيه طرف اللسان كله بره، زي ما قلت لحضراتكم ربع المشكل طرف اللسان يطلع بره. كانوا بيقولوا لنا في المدارس طلعي لسانك بره هتلاقي، بصي الحرف كل ما تطلع لسانك بره كل ما الحروف اللي سويه تطلع وتبقى ظاهره، وده طبعا خطا هنتكلم عليه. حرف الراء اللي قلنا مشكلته، حرف ازاي بيدخل عليه السين، حرف السين بيطلع زي الثاء وبيدخل على حرف ازاي زي مسجد مسجد هكذا. حرف الشين ما بيطلعش فيه التفشي بتاعه، وكمان ما بيطلعش فيه، بيطلع فيه صفير للناس اللي عندها ثلج في الأسنان. حرف الصاد بيحصل فيه إشمام وبيطلعوه طرف اللسان بيخبط في الأسنان فبيطلع زي السين. حرف الضاد وما أدراكم ما حرف الضاد، الضاد الساكنة والضاد اللي هي المتحركة طبعا فيها تكاية معينة عشان تطلع التجويف، الناس كلها التجويف اللي عارفاه. حرف الطاء بتطلع مهموسة ما بتطلعش مطبقة كما يجب. حرف الظاء بيطلع فيها صوت سين وشين. حرف العين زي حضراتكم عارفين ما بيطلعش مع الأعاجم بيطلع همزة. وحضراتكم قلت لكم الأخطاء في الاستعاذة امبارح اللي هي صلوا على نبيكم اللي هي البتر والقطع بقى وصوت الذئب والمبالغة وهكذا. حرف الغين لم يأتوا برخاوة الغين كما يجب وصوتها بيبقى داخل على حرف الخاء. حرف الفاء ما بيطلعش من طرف اللسان، من قصدي من أطراف الثنايا العليا مع بطن الشفة السفلى فبيطلعوه كأنك بتطفئ الشمع تعمل أو بتنفخ في شيء. حرف القاف وهو مكسور ما بيعرفوش يفخموا التفخيم النسبي، وكمان حرف القاف بيعملوا فيه إشمام فبيقولوا قاف وهذا خطأ، وبيدخل على حرف الكاف. حرف الكاف بيعملوه مهموس في الحركة. حرف اللام ما بيطلعوش لسان العريض عند منابت الثنايا. حرف الميم مش بيطلعوه من المنطقة الرطبة. حرف النون طبعا زي ما حضراتكم عارفين مشاكله كتير أحيانا عند الإخفاء، عند الكلام ده كله هنتكلم عليه. حرف الهاء وما أدراكم ما حرف الهاء في لفظ الجلالة، وساعات يطلع عليه حاء وهاء زي ما قلت لكم. الواو أول حاجة يقولوا لي واو، يقولوا والله، هي والله. و أخطاء الواو
والواو المادية غير الواو طبعاً اللي هي المتحركة، و اللي هي من الشفتين، حرف الياء ما بياخدش حقه، مهضوم حقه زي ما الناس بتقول، مهضوم حقه في مصر يعني. الهمزة ما بتطلعش شديدة كما يجب. إيه ده؟ يعني كله فيه أخطاء؟ آه كله فيه أخطاء. هنتكلم على الأخطاء دي؟ آه مهم جداً. مش مهم أقول لك اعمل إيه وإيه، إحنا لسه قدامنا الأيام طويلة، خلينا نركز على القرآن شوية، لأنك عشان تبقى معلم أونلاين ومعلم قرآن ركز لي بس أهم حاجة، اللغة كلنا عارفين والبرامج موجودة والكورسز موجودة وكل ده، بس يعني مش أي حد يقول أنا هتعلم، عندي قرآن وعندي شوية لغة فعايز أعلم أونلاين. لا يا جماعة، القرآن أمانة. معلش عايز تعلم لغة عربية، احنا بنعلم ونعرف الناس لغة عربية زي ما اي حد بيعلم حد اجنبي، لكن الا القرآن انك تنطق صح وتقرأ صح برضو بيبقى فيه حرص شوية وما ينفعش. شفنا كده الاخطاء. طب يلا هتشرح لنا يعني ايه المخارج بطريقة الشقة؟ ركزوا معايا بقى، وعايزة مخكوا ايه، معلش دي اختراعي، بقعد اخترع كده، واحنا عارفين معلمي الاونلاين ايه فيهم العادة دي، بنقعد نخترع عشان انا مش شفتش اسئلة او حاجات مكتوبة. نعم كل يوم في نفس الموعد. معلم الأونلاين بقى بيخترع، تعالوا كده وركزوا معايا. النساء حبيبتنا والرجال معانا دلوقتي، دلوقتي ركزوا معايا عشان حوريكم تقسيم الشقة. إيه تقسيم الشقة وإيه اللي أنت بتقوليه ده؟ أنت داخلة تدينا محاضرة ديكور ولا بتدينا إيه مخارج؟ ركزوا معايا وهتعرفوا كل حاجة في الآخر. دلوقتي أنا واقفة على باب شقتي الجديدة، تمام يا جماعة، واقفة على باب شقتي الجديدة اهو، فتحت باب الشقه، والشقه عباره عن اول ما افتح الاقي ريسبشن مربع كبير، تمام يا جماعه، ريسبشن مربع كبير. الريسبشن ده فيه فتحه هنا وفي فتحه هنا، ركزوا معايا اغير اللون. الفتحه دي هي باب البلكونه، وكلنا اكيد متخيلين اول ما تدخل من الصاله الريسبشن الانتري محطوط وفيه كده باب اللي هو باب البلكونه. طب والباب اللي هو ناحية اليمين وانت واقف بتفتح باب شقتك ناحية اليمين، الباب ده بيدخل على طرق التوزيع طويلة اللي ابنك او ابنك بيلعب بيها بالبايسكل بالعجلة، في الطرقة الطويلة دي، واول ما تقف على عتبة غرفة التوزيع دي او طرقة التوزيع دي يا جماعة، على ما يرمي البصر بتاعكو اخرها في الاخر خالص غرفة النوم. عايزة الناس كلها تقول متخيلة، الطرقة دي طالع منها مطبخ وحمام وغرفة أطفال، وأول ما تقفوا على العتبة موازي لعينيكوا أوضة النوم في الآخر خالص في الوش. ركزوا الأول معايا على تقسيمة الشقة، وعايزة الناس كلها تقول لي فعلا اتخيلنا تقسيمة الشقة قبل ما أبدأ. يا ريت تكتبوا لي على الشاشة علشان ده مهم جدا يا جماعة، تفهموا التقسيمة بشكل بسيط جدا قبل ما أدخل، عشان هنصلح للناس المخارج وبطريقة كويسة، لأن في الآن ما عايزه الناس كلها تكتب. يا رب تكونوا عرفتوا شقه ريسبشن عادي صغنطوط كده او كبير، فتحه ناحيه اليمين وفتحه ناحيه الشمال. ايه ده، هي الشقه من غير اوض ولا ايه؟ لا، ناحيه الشمال دي البلكونه، ناحيه اليمين بقى اول ما تقف كده بص كده على مرمى البصر بعيد اوضه النوم المجهوله اللي هي ما بندخلهاش الا وقت النوم، تمام؟ لا ده على يمينها ان شاء الله الاوضه، واحنا واقفين مش على شمالها، على يمينها. خلاص كده كلنا عارفين، وقفت على اوضه التوزيع، على غرفه التوزيع، على مربى على مرمى البصر غرفه النوم، ناحيه ايدي اليمين هقول لكم ايه هبداوا دلوقتي. المهم تعرفوا لي التقسيمه دي، تمام؟ يلا نتوكل على الحي الذي لا يموت ونشوف. اللي هو نمسح بس دي ونشوف بقى احنا وقفنا عملنا ايه. دلوقتي بعد ما عرفنا تقسيمة الشقة الجديدة وحضراتكم شفتوا الشقة الجديدة، جات لي واحدة صاحبتي قلت لها تعالي هفرجك على الشقة، لما بتيجوا تفرجوا الشقة أنا هاخدها. طب سامعين كده الصوت كده يقطع كده، أنا شلت الشاحن عشان ما يهزش. سامعين كده يا جماعة؟ بس عايزة أتأكد إن الصوت واضح. طيب ركزوا معانا، أنا دلوقتي قلت لها تعالي هفرجك على الشقة بتاعتي،
انا بشرح لكم تقسيمه المخارج عشان الناس للان متلخبطه ومش عارفه المخارج بادئه منين ومين رايح فين وقريب لمين وبعيد عن مين. طيب دلوقتي انا قلت لها تعالي هفرجك على اول الشقه من جوه خالص، اوضه النوم اللي دي ما بندخلهاش الا وقت النوم. طيب ادي طرقه التوزيع، مقطع اهو او lateral section، مقطع جانبي. تمام، خلينا بس نعملها بلون كده حلو او واضح. طرقه التوزيع الطويله اللي احنا واقفين عليها هنا اهي يا جماعه، ادي طرقه التوزيع الطويله، شايفين كده؟ مين واقف هنا؟ انا ماسكه صاحبتي مثلا اهو، انا اهو، خلينا احنا اتنين منتقبات كده واقفين. فقلت لها يلا معايا هنمشي هفرجك على الشقه من اول غرفه النوم اللي هنا. ركزوا معايا، يبقى انا هبدا لكم من اول غرفه النوم، الغرفه اللي ما بنستخدمهاش كتير. يبقى نمسح، نمسح ده وكده. طيب دلوقتي غرفه النوم اهي، غرفه النوم دي هي الجوف. غرفه النوم يا جماعه هي منطقه الجوف. بس ارسم لكم كده ايه تبقى باين. كلنا اخذنا بالنا ان غرفه النوم هي ايه؟ الجوف. او خلينا بالعربي معلش، كلنا لما نيجي ندي تجويد انجلش هنبقى نقول هنا الجوف. الجوف دي اوضه النوم، وتعالى قلت لها اوضه النوم دي احنا ما بندخلهاش الا وقت النوم، بتبقى مقفوله طول النهار. ايه رايك في الاوضه بتاعتي؟ انا حاطه فيها ثلاث حاجات، سرير ودولاب وسراحه، سرير ودولاب وسراحه، ألف واو ياء حروف المد الثلاثة، سرير ودولاب وسراحة، ألف ياء واو حروف المد الثلاثة. الحروف بحروف الجوف دي حروف افتراضية. تمام، افتراضية. يبقى الحروف الجوف بيطلع منه ثلاثة مخارج وهما الألف والياء والواو. طيب جميل، قلت لها خلاص فرجتي على أوضة النوم. آه جميل، يبقى بيطلع منها إيه؟ ألف وياء وواو. طب ينفع عيال صغيرة يجروا وهم بيلعبوا يفضلوا يفتحوا في الباب ورايحين وجايين؟ لا، ما بستخدمهمش وما بفتحش الباب إلا وقت ما أنا عايزة أدخل الأوضة أنا الكبيرة اللي بفتحها. يعني حروف الجوف ما بتطلعش من الخيشوم، حروف الجوف لازم أطلعها من مخرجها. والجوف كده يا جماعة تحت منطقة التجويف، اللي هي الحتة لو حطينا ايدينا عند عظمتين الصدر اللي فاصلين الحتة اللي ايدكم بتغرس فيها كده من جوه شوية. يبقى دي بيطلع منها الألف والياء والواو. حلوة قوي، شافت أوضة النوم دشتها لنا العين الحلوة ما شاء الله. تعالي بقى أوريكي الأوض التانية. خلاص عرفتي بيطلع منها الألف والياء والواو. طيب تعالي بقى هفرجك على بقية الأوض. تمام، بس اذكري الله. يلا، أول حاجة أنا جنبي بحط أوضة أطفالي جنبي. ليه؟ عشان لما يبكوا أبقى أنا سامعاهم. وفي النص أعزكم الله غرفة التواليت أو التايلت الحمام. وعند الباب عشان جنب السفرة في الصالة غرفة المطبخ. كل ده يا جماعة، كل ده في مكان واحد اللي هي الطرقة. شايفين رقبتنا دي؟ هي الطرقة، الحلق. يبقى الحلق، الحتة الطويلة اللي هي اللي عند الرقبة دي الحلق. يبقى طرقة التوزيع اسمها ايه يا جماعة؟ الحلق. طرقة التوزيع هي الحلق. الجوف طالع منه ثلاث مخارج وعرفنا واطمنا وخلاص. تعالي بقى افرجك على غرفة الأطفال اللي هي دي، أول واحدة. غرفة الأطفال فيها سريرين، وانا عندي، هي طبعا اللي بتقول وانا عندي ولد وبنت، عندي حمزه وهناء. حمزه على وزن همزه وهناء حرف الهاء، حمزه وهناء. يعني الحته دي اقصى الطرقه بعيد جدا، يعني اقصى الحلق بيطلع منها مخرجين اللي هم سريرين للطفلين، حمزه وهناء او همزه وهناء. تمام، يبقى مخرج اقصى الحلق يا جماعه هو ايه؟ الناس تقول معانا الهمزة والهاء، وهنقول الأخطاء بس بعد ما أضبط الأول الحلق.
دي غرفة الأطفال فيها سريرين، واحد لحمزة واحد لهناء، الهمزة والهاء. يبقى الطرقة فيها ثلاث غرف، يعني ثلاث مخارج، وكل مخرج طالع منه حرفين. نيجي لمنطقة الباث روم أعزكم الله. أجي أقول لكم إيه؟ والله أنا بدخل ألبس النقاب بتاعي وأبص بعناية في المراية وبغسل وشي في الحوض، تمام؟ يبقى ببص بعناية في المراية وبغسل وشي وجهي في الحوض، يعني بيطلع منها العين والحاق. ببص بعناية، ركزوا كده، ببص بعناية في المراية، ببص بعناية في المراية وبغسل وجهي في الحوض. غرفة الحمام في وسط الطرقة ولا لأ؟ عشان قايلة إن جنب أوضة النوم أوضة الأطفال، واللي بره خالص عند السفرة قريبة المطبخ عشان ناخد الأكل من من المطبخ، يبقى قريب من السفرة، صح كده؟ طيب واللي في النص دي اسمها إيه؟ وسط الطرقة، اللي هي وسط إيه؟ وسط الحلق. أقصى الحلق يعني أقصى، يعني أبعد حتة عن الفم. بقول أقصى، أبعد حتة عن الفم وأقرب حتة من الجوف. كلنا عارفين مين اللي قريب الجوف؟ أقصى الحلق، تمام؟ طب فين وسط الحلق؟ ما بين البنين، اللي هو بيخرج منه العين والحق. شافت التويلت وقالت ما شاء الله، قلت لها تعالي فرجك بقى إيه على المطبخ، وأنا وإنت نحضر الغدا ونلخبط ونعمل طبيخ ولخبطة، نعمل طبيخ ولخبطة. يبقى الحرف ده أو المخرج ده بيطلع منه إيه؟ بيطلع منه حرف الغين، لخبطة طبعاً ما شاء الله علينا، الغين، تمام، وحرف الخاء. يبقى لخبطنا في الطبيخ، يبقى ده أقصى الحلق. هقول لكم أقصى الحلق، هقول دلوقتي بس أقول الحروف وأنا هقسمها لكم، ركزوا معانا بس وأنا هقسمها لكم. يبقى إحنا عرفنا أوضة الأطفال بيطلع منها الهمزة والهاء، السريرين للأطفال عشان الناس تطلع فاهمة. وسط الحلق أو اللي هو غرفة الحمام أعزكم الله بيطلع منه العين والحاء، وأنا عينيا بتبص على في المراية واغسل وجهي في الحوض. خدت صديقتي دي ورحنا المطبخ، عملنا شوية لخبطة في الطبيخ. قلنا كتير المحاضرات مسجلة يا جماعة، بس فضلا بلاش أسئلة مكررة. يبقى قلنا حرف الغين وحرف الخاء هما في المطبخ. طيب ممكن تقسمي لنا الطرقه دي وتقولي لنا فين الاوضه اقصى الحلق وسط الحلق؟ محدش هيختلف عن على ان ده وسط الحلق. معذره بس اعيد الرسم تاني، الحته دي الطرقه. طيب محدش مننا هيختلف ان ده وسط الحلق، كلنا عارفين يا جماعه، اللي هو الهمزه والهاء والهاء والعين والحاء. بس ارجع العين تاني عشان اتمسحت فضلا. خلاص كده ده وسط الحلق ومحدش هيختلف عليه، ما بين الاقصى والادنى. تمام، ماشي، جميل، غسلنا ايدينا وقطعنا خضار لخبطنا وغلوصنا وكل الاشياء دي. يبقى طرقه التوزيع، الاوضه اللي جوه بعيد. واحدة تيجي قلت لصاحبتي أنا أوضة الأطفال جنبي، تقول لي ياه إيه ده، أنت بعد أوضة الأطفال بعيد كده ليه؟ ليه حطها بعيد كده ليه؟ يعني أقصى الطرقة، أقصى الحلق. يبقى الهمزة والهاء بيطلعوا منين يا جماعة؟ من أقصى الحلق. اللهم رد أقصانا يا رب. أقصى، تمام، الحلق. خلاص الوسط مش هنتكلم، كلنا عارفين ده في النص، الحمام في النص. خلاص أدنى الحلق، يعني إيه أدنى الحلق؟ أدنى يعني أقرب. طب أدنى من مين وأبعد من مين؟ دلوقتي مين الهيد ماستر بتاعت الشقة؟ أول ما بتشوفي أوضة النوم، الهيد ماستر اللي هي غرفة النوم. يبقى دي اللي هنتكلم على أساسها. وإيه كمان بتبصي عليه؟ بتبصي على باب الشقة، أو الشقة كويسة ولا لأ، بتطلع من باب الشقة أبعد حتة فين؟ في شقتك أوضة النوم. خلاص يا جماعة؟ نعم. وأقرب حتة فين للشارع؟ هو إيه؟ باب الشقة.
باب الشقة اللي هو الفم، الشفتين، غرفتين الباب. تمام تمام ممكن يعني فضلا تمام، بس ممكن بلاش نكتب على الشاشة عشان منع لتشتيت الناس، لان انا عايزاهم يركزوا في الحتة دي كويس قوي، ففضلا بلاش الشات. طبعا حضرتكم تكرموا علينا والراس والله، بس يعني ركزوا معانا في الحتة دي. طيب اقصى الحلق، اقصى طالما قلت اقصى غرفة الاطفال اللي هي اقصى الحلق، اقصى يبقى معناها اقصى الحلق يعني بعيدة عن الفم وقريبة منين يا جماعة؟ من الجوف. طب وادنى، مين يقول لي قريبة منين وبعيدة عن مين؟ قريبة لمين وبعيدة عن مين؟ ادنى الحلق. الناس تكتب لنا على الشاشة فضلا، لان كتاب على الشاشة بس. قريبة من الفم وبعيدة، هي ادنى من مين؟ ادنى للفم، وابعد من مين؟ ابعد للجوف. لو عرفتوا تقسيمة الطرقة دي هتعرفوا مين اقصى من مين ومين ابعد من مين. خلاص كلنا عرفنا، جميل. يا ريت كلنا نقول هل احنا فهمنا تقسيمة الحلق دي، لان كل حرف يقول لي مشكلة وهعالجها، وهنقول بننطقه ازاي وايه خطأه. كلنا عرفنا الحلق التقسيمة يا جماعة، يا ريت الناس تكتب لنا على الشاشة. طيب الحمد لله، يعني تقسيمة الطرقة الحمد لله، همزة هاء أقصى، أقصى الحلق، عين حاء في الوسط، ما اختلفناش عليه، مش هنقول ده أقرب من مين، ده ما بين البنين، in between، in between، in between ما بين، معناها كده. والغين والخاء هي بعيدة عن الجو وقريبة من الفم. خلاص عرفنا وعرفتكم النهاردة على الطرق لحد المطبخ. سيبكم من الصالة دي، وسيبكم من باب الشقة والحتة اللي قدام باب الشقة، هفرجكم عليها بعدين، بس خليني أتكلم لكم عن الأوض بتاعتي شوية. دخلنا على أقصى الحلق، تمام؟ الله يرضى عنك يا حبيبتي. أقصى الحلق هنعمل فيه إيه؟ أقصى الحلق بقول لكم أنا عندي أول ما تدخلي من باب الأوضة سرير أحمد أو حمزة على وزن همزة، سرير حمزة، وهناء جوه. مين اللي ببدأ بيه؟ هي الهمزة. الهمزة بقول عليها بنطقها شديدة، واخبطوا عليها كده. محدش يقول يا جماعة ما أنا عارفة، بس مخرجهم منين؟ المخرج الأساسي، المخرج الأساسي. يعني خليكي بس فاهمي معايا، وهوريكي التكه وهقول لك الجوف فين من اول الحته دي وانت طالعه على الفم بره، بس خلوني يا جماعه اقول لكم الحروف مخرجها الاساسي منين. النفس قال، الصوت بيطلع من هنا لحد فوق، ولما اجي ارسم رسمه الفم هوري لكم الجوف قد ايه طالع من جوه وبقيته بره، بس خلوني اشرح لكم الحلق وعرفنا الجوف عشان الناس تتفق معايا ان الجوف هنا دي بدايته من الناحيه دي. ركزوا معانا، ده بدايته، انا بتكلم على الستارتنج، البدايه. الهمزه والهاء، الهمزه يا جماعه بتطلع ازاي وايه اخطائها، وهي اخطائها عند مين؟ المعلم والطالب، وصلحها ازاي؟ يلا نشوف. الهمزه بيجي المعلم يقول مثلا انذر، لا طبعا احنا عندنا الهمزه المسهله دي في روايات، في قانون والكلام ده، مش عايز اتكلم في القراءات، ولكن بنقول مثلا يجي يقول اعوذ، اعوذ، فين هي اعوذ، انا، انتم، مثلا احمد. طب لو انا بتكلم كده عن العرب، احنا كعرب معلمين، لما تيجي تكلم طالب بالاعجميه او طالب اعجمي وعايزه ينطق الهمزه صح، وهم ما شاء الله احيانا ما بيطلعوش الهمزه، فتقول له ايه؟ هوريكم بعد ده بالظبط، اللي هي الكورس بتاعتي او الفلاش كورس اللي انا عاملاها عشان خاطر الطالب يشوفها، اللي هي الآ بينطقها ازاي. animal، ant، arm، اوكي، apple، لازم يشد وتطلع الهمزة شديدة واضحة من أجد قطن بكت وحروف هي الشدة. يبقى حضرتك كمعلم تنطقها صح. طب إحنا عايزين نتمرن عليها، نعملها إزاي؟ هقول لك أختي الفاضلة، بس زوجك يكونش موجود في البيت بس، ولا ولادك، ضلي كده مع نفسك في الأوضة عشان محدش يقول عليكي حاجة. طبعا أنا ناس كمل، وناس أهل القرآن، وذاكرتنا 128 جيجا، محدش يضحك علينا، مع نفسك.
كل واحد يقق في مكان، انت لو الراجل في مكانه وانت في مكانك، تمام؟ لازم تلمسي العضله دي عشان تقولي هكذا. ليه بقى؟ عشان تقويها، عشان لما تيجي تقفي على النيس مثلا على كلمه اخرها همزه، في ناس بتيجي تقف على الهمزه، الهمزه تتبطر ما يعرفوش يوقفوا عليها، مش مقويين العضله دي، تمام؟ طيب جميل جدا، دي الهمزه اخطاها عندك واخطاها عند الطالب، وقلت لك تقوليها ايه للطالب او تقولها ايه للطالب، وليكوا انت تصلحوها ازاي. نيجي عند حرف الهاء، وما ادراكم ما حرف الهاء؟ حرف الهاء ده لو ما مسكتهوش، يعني البنت هناء الصغننه دي اللي عندها 3 سنوات، كل لو ما مسكتهاش بالليل او ما مسكتهاش تفضل تدخل التويلت وتلعب في الميه وتلعب وتحط الميه وتوقع الحاجه، لو ما مسكتش حرف الهاء ده كويس، لو ما طلعتوش من مخرجه هيدخل على العين والحاء. يبقى حرف الهاء اصلحه ازاي؟ اقوم هناء دي ازاي؟ او اقوم حرف الهاء ده ازاي؟ حرف الهاء اخطاؤه هو الدخول على حرف الحاء وعدم الاتيان بالساكن المهموس، وممكن يتقطع وممكن يتبتر وهكذا. فنيجي نقول ان الله، دخل على حرف الحاء، ان الله، اتعوم، ان الله، اتبتر خالص ومكان كانه ما فيش هاء. شفنا الاخطاء؟ ان الله، يكون نقيه من غير صوت حاء. ركز في المخارج، انت معلم قران يعني مخارج على طول، مخارجك سليمه زي معلم اللغه العربيه، المخارج بتاعتك سليمه. وبتعلم قران ازاي؟ لازم انت تنطق صح. يبقى حرف الهاء نطلع طيب واحده تقول والله انا مرهقه، والله انا ريقي ناشف، والله اصلا انا عندي الاحبال الصوتيه اللي هي بدات تكون النتوءات زي معلمين الاونلاين، وانا عندي وعندي كل ده على راسنا. طب نصلح الموضوع ازاي؟ اول شيء اللي صلح الموضوع ده، مش يعني ممكن الناس ما تصدقش، اللي صلح لي حرف الهاء، اللي صلح لي حرف الهاء هي ازازه الميه المعدنيه، او تعمل ميه مغليه او مفلتره، او تكون ميه من غير شوائب، بس عشان الشوائب دي بتاثر على الصوت والحنجره والكلور والحاجات اللي في الميه اللي ما بيتعمل لهاش ريفايننج او بيوريفيكيشن، تصفيه او تنقيه، تمام؟ فاحنا يا اما نجيب ميه معدنيه او ميه مفلتره او ميه تكون مغليه كويس قوي قوي، للناس اللي ايه، والله انا بقى معيش اجيب ميه معدنيه، لا اصل انا الفلتر ده غالي، الناس مش مركبه الفلتر، هات الميه غليها على النار، سيبها تترسب وكده، وبعدين فضيها في الجار او الحاجه اللي هنحطها. يبقى البرطمان يبقى قنينه ماء، اما معدنيه او مفلتره او مغليه منقاه. اشربها ايه؟ احطها في الثلاجه؟ لا، ممنوع الثلاجه. اشربها دافيه؟ لا برضو بتشد. اعمل ايه؟ احطها على الرخامه او في مكان رطب، درجه الحراره اللي بيتحملها الجسم اللي هي الصحيه. افضل ارطب وانا بشرب، يحط جنبي الميه على طول، ارطب الحنجره. طب ده تمرين او ده حاجه انا هعملها، ايه اللي ممكن اعمله بعد كده؟ اللي ممكن اعمله بعد كده هو ان انا هفتح ايه، ادخل غرفه تكون نقيه متجدده الهواء. ما ينفعش طبعا واحنا في سخونيه نفتح الشباك واقول الصبح ان انا ما شاء الله هشم هوا والكلام ده كله، لا. أنا عايزة مكان متجدد الهواء، أروح عاملة إيه؟ هاخد نفس من الأنف يا جماعة، وده التمرين ده مهم جدا، ده بيوسع النفس، بيخلينا نقرأ صح، وبيساعدنا ننطق حرف الهاء والتاء والحروف المهموسة صح. باخد إيه؟ ناخد كلنا كده نفس من الأنف، نفس من الأنف عميق، وأحبسه جوه الصدر لمدة 10 ثواني، ثم أطلقه، أعمله ريليزنج من الفم، وأطلعه ببطء. أخذ النفس من الفم لمدة 10 ثواني، أحبسه وأطلعه من الأنف 3 مرات الصبح، 3 مرات in the middle اللي هي الوسطية، أو 3 مرات بالليل. كل مرة أعمل كده، التمارين دي أو الحاجات دي هتفتح الرئتين، فهتخليني نفسي كويس في القرآن خلاص. ودلوقتي بقى اللي بيشترط إيه؟ لو حضراتكم ما كانش بيشترط معلم قرآن حسن الصوت، وهقول لكم ليه الحتة دي، لأن المعلم دلوقتي ما بيدخل الحلقة ينطق بأي صوت بأي طريقة، لا، ادي ما عندك، المشكلة. فبالتالي حرف الهاء مش هيطلع إلا بالطريقة اللي قلت لكم عليها، وكمان هتوسعوا المخارج التانية أو النفس إن أنتوا تنطقوا الحاجات اللي بعد كده. نيجي بقى على حرف العين والحاء اللي هما التويلت أو الحاجة.
الحمام اللي هو الحوض، وبنظر بعيني في المرآة اللي هو وسط الحلق. وسط الحلق ده يا جماعة بيطلع منه أو بيطلع منه مخرج لحرفين، يعني الأقصى بيطلع لي مخرج أوضة، هي باب واحد مش بابين، يعني أوضة الأطفال مش باب مزدوج، هي باب واحد بيطلع لي، هقولها حاضر، بيطلع لي حرفين. وسط الحلق الحمام بيطلع لي حرفين، اتكلمت عن حاجتين. أدنى الحلق برضو مخرج واحد، one articulation for two letters or two letters اللي هما حرفين برضو. نتكلم على العين والحق، بس الأخت طلبت إني أعيد تمرين نفس مرة تانية بالراحة. كلنا كده في مكان متجدد الهواء، تمام؟ بس بقى المكان ده ما يكونش فيه إيه؟ يعني في حاجة بتتقلي، حد رشش بيرفيوم، في رائحة، لا، يكون الأوضة متهوية. أخد نفس عميق أو جنب الشباك كده الصبح، بعيد برضو عن الشباك ما يبقاش مباشر، وأخد نفس عميق. هتلاقوا أنتوا أصلا نفسكم وأنتوا طالعين السلم ريح طبعا كده، تمام؟ طيب نعمل إيه؟ هقول لك للأعجمي تصححيها إزاي. حرف الهاء للأعجمي أنا بقول له ها لايك هات، ها لايك هوت. خلاص يا جماعة، بجيب له كلمة فيها حرف الهاء، ها لايك هاند، ها لايك هاريبل، ها ها. هو بيعرف ينطقها، ما بيقولش هات، هو بيقول هات، هو بينطق صح بس هو مش عارف ان دي هي دي. فاحنا ناخد ايده كده كأنه مش شايف، وامسك ايده واخد ايده واحطها على الحيطة واقول له اسند عليها. خلاص يا جماعة، فيبقى حرف الهاء أقول للطالب أو الطالب الأعجمي ها لايك هات، لا هات لايك هوت، ها ها، أوكي، ها أو لايك هاريبل، لايك هام، أي وورد بتبتدي بحرف الإتش عشان يلمس الحرف. ندخل على مخرج العين والحاء، والله حسب استيعاب الطالب، ده مش مقياس، مش ستاندرد أبدا، لأن الطالب عن طالب بيفرق تماما. طيب خلينا يعني ممكن ينطقها لك وانت قاعده في نفس الحصه، ممكن نخلي الاسئله في الاخر يا جماعه عشان ما تشتتش، بس بينطقها في الحصه معاكو ماشي، معلش بينطق حط حط، هو مش عارف، لكن لما يلمسها وتقولي له كلمه من اللغه بتاعته هتلاقوها وصلت ليه، وهيضطر او مضطر ان هو ينطقها صح. لا مش فاهمة حضرتك السؤال، بس نشوف في سؤال كده مهم خلينا نقراه. في سؤال كده بيقول، بس لفت نظري، حضرتك بتحصري الأعاجم في الناطقين بالإنجليزية فقط ليه؟ مش فاهمة السؤال حضرتك، مش واضح برضو. أنا بقول خطأ ليكي كمعلمة وخطأ ليكي كمتعلمة، والخطأ ليكي أو خطأ للطالب المتعلم مع حضرتك. برضو مش فاهمة السؤال، يا ريت توضحيه أكتر حبيبتي. نيجي عند حرف العين والحاء. حرف العين يا جماعة زي ما قلت لكم بارح ليه حوالي 4 أخطاء، ركزوا معانا، تمام؟ حضرتك هتعلمي التركية ما فيش مشكلة، بس خدي من هنا ما فيش مشكلة. هنتكلم على الروس، وهنتكلم على الاندونيسيين، وعلى الماليزيين، وهنتكلم على الطلاينة زي ما بيقولوا الإيطاليين والألمانيين، هنتكلم دول ليهم وقتهم هنتكلم عليه. أنا يهمني النهاردة مخرجك أنت كمعلم، خلاص نركز على النقطة دي وخلينا منظمين متسلسلين إن شاء الله هنتكلم في كل شيء. طيب حرف العين وحرف الحاء. حرف العين ما ينفعش أجي عين مضمومة أقول أعو أعو أعو، تمام؟ أعو إن شاء الله. أنا مش دارسة تركي بس هربطها لي بالتركي، أنا درس ألمانية عشان كده هديكم بالألمانية، إيطالية، روسية، والبهاسة إندونيسيا والملايو إن شاء الله، والإيطاليان بإذن الله، إن شاء الله هشوف التركي لحضرتك بإذن الله. بس الأول نخلينا إحنا في مخرجنا كمعلمين أو كمتعلمين، خلاص؟ الله المستعان، إن شاء الله نتعلم، تمام؟ أهم حاجة يكون زي ما الأستاذة الآيات قالت لك، الإكواليفنت أو الإكواليفنت بتاعك أنت يكون مظبوط معاها. طيب خلينا نشوف يا جماعة، نركز بقى عشان ما نطلعش من الممنوع تشات فضلا. العين ينفع اقول اعو اعو؟ لا، اعو اعو ع عي او. لما اجي تقول، اما حد يجي يقول اعوذ اعو، يبقى بنت الخطا هو نطق العين كصوت الذئب، والخطا الثاني
هو ان انا اقول مثلا يجعلون اصابعهم في اذانهم، يجع يجع، لا كده عملت ايه يا جماعه؟ عومتها. يبقى العين طالعه ايه؟ عارفين صوت ده كده؟ ده هو ده صوت العين. طب انا عايزه العين مبتوره كأن العين مش موجوده، اجي اقول يجعلون يجعلون يجعلون، ده بيبقى مبتور عند الاعاجم كده. احنا يعني العين مش ممكن هننطقها كده، يبقى بننطقوا العين كصوت الالف وده غلط. طب العين اللي هي قلنا صوت الذئب والمبتوره او اللي هي المقطوعه والعائمه، وكمان عندنا العين المبالغ فيها، تلاقي واحده ما شاء الله بتقرا وصوت العين عالي عندها قوي، عالي جدا عالي، ومدخلاها اعوق، وتلاقوا العين داخله جوه مش عارفه ازقها وداخله صوتها عالي قوي، ادرجت العين اللي هي من وسط الحوض قالت ايه؟ هاتوا لما اجيب حاجه من التويلت، وخدت الحاجات اللي في التويلت او الفوط بتاعت الوجه خدتها، راحت بيها فين يا جماعه؟ في اوضه الاطفال. الولاد دخلوا التويلت وجابوا اللعب بتاعتهم، فراحت مرجعه لهم تاني في اوضه الاطفال. ايه اللي يخلينا نوديها؟ تمام، ما ينفعش. هل ينفع كمان اخد بتاعه الصابونه اوديها اوضه الاطفال؟ لا، خلينا في مكانها، ما ادرجهاش ناحيه حاجه مش مكانها. يبقى كلنا اتكلمنا عن مخارج، عن مخرج العين، عا عي عو اع. طيب حرف العين ده بيقع فيه الاعاجم، انت كمعلم هتعرف تنطقه، انت عارف تنطقه تمام. هي فعلا بتتنطق همزه، وانا عندي طالبه بتنطقها همزه وكل، وانا فعلا تعبت معاها، بس هو عايز بالمراس والتمرن وتسمع كتير. اعالج حرف العين ازاي؟ اولا عند حضرتك اللي قلت امبارح العين والراء ما ينفعش اقول اع او او، هتلاقيهم لخبطوا اكتر، يعني اللي عنده مشكله هيبوظهم اكتر. لكن اقول ايه؟ احنا طبعا بنقول اع ارو، بس ما حدش هيعرف يعملها بالشكل ده. طيب نيجي نقول يعني، فضلا يا جماعه بلاش الاسئله الشات، ما احنا ممكن نقفل المره الجايه الشات، بس هنقفله عند ايفري ون، واول ما نتكلم هنفتح الشات للكل ونجاوب على الاسئله عشان الناس بس تركز معانا. انا ذات نفسي بيروح تفكيري، مش بنسى، ببقى عايزه اقول ايه وبركز على الاسئله تحت، فخلوني اقول بس النقاط لحد ما نخلص وبعد كده هنتكلم. قلنا حرف العين، انا ما ينفعش اقول اع اع، او انا كان انت عندك خطا في العين ما ينفعش تقول اع، انت مش عارف تنطقها. طب وراء ما ينفعش تقول او، هتلاقي بتقول او وتلخبط اكتر، او اع، ما تضمنش ان انت تقولهم كده. طيب نعمل ايه؟ عا 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 عا، را 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 را، وهكذا، فتحه كسره ضمه براحتكم، خلاص عشان المس حرف الراء وحرف الراء وحرف العين. يبقى حرف العين ده عندنا احنا كمعلمين. طب الطالب، مره زمان اتهفت في عقلي كده، يعني زمان قوي حوالي 8 سنين، وطالب كان معانا، فقال لي يعني ايه؟ قلت اما وريله بقى يعني القاعة دي كده تحط الميه. لما بشوف احنا كنا صغيرين بنلعب لعبه مفيش حد فينا ما لعبهاش، ان احنا كنا بنحط الميه في الفم عندنا في الحلق ونفضل نعمل البعبعه دي، البعبعه بتاعت الصوت. فقلت ايه؟ حط لها بقى ميه مباشر اونلاين، تمام، ملهوش مقابل للغه الانجليزيه، ما ينفعش تقولي عين عين كده هتلخبطيها اكتر. فالمهم رحت حاطه الميه كده يا جماعه، وتحط الميه بقى ما شاء الله، وبعمل قاعه كده الميه ايه نزلت في الرئه، يعني دخلت حصل شرقه، وده طبعا خطا، ولكن احنا نعرفه when you make or you put the water الواتر او الواتر inside your mouth and say like this. وفي تمرين تاني كنا اتعلمته من اخت بتاعه تخاطب، قالت لي هاتي تفاحة أو كمتراية أو جوفاية، أي فاكهة، وخلي الطالب أو أنت كمان حطي الفاكهة كده عند الأسنان، اعملي كده كأنكم بتقطموا، وانطقي حرف العين عا عا، كلنا نحط كده يا جماعة حد تفاحية إيدينا حتى كأننا بنقطم عا عا، هنخليه يلمس النقطة دي، وده تمرين كان حلو جدا وفرق معانا كتير قوي مع الطلبة والطالبات. يبقى كأنك ماسكة تفاحية وفاتحة كده على القطمة الكبيرة دي بتاعتنا، ولا محدش بيشوفها دي، بالظبط كده مع نفسكم كده، ونقول عا 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 هكذا. يبقى تمرين لينا وللطالب اللي هي البعبعة صوت الماء، وكمان اللي هو حرف العين يطلع عن طريق عا عا، وكمان نخليه يعمل تمرين التفاح. تمام،
ونخليه يعمل صوت اللي هو البعبعة أو قطمة التفاح. خلصنا أخطاء حرف العين ومعالجتها عندنا ومعالجتها عند الطالب الأعجمي، نيجي عند حرف الحاء. حرف الحاء، طيب تمرين حرف العين هقوله تاني. إيه هو؟ باجي أقول إن إحنا عشان كمعلمين أو إحنا كمتعلم، إحنا عرب كلنا سواء عالم أو متعلم أو لسه أو معلم، بجيب مية، بحط مية inside, you should put a water inside your mouth and make this sound or make like this sound. عارفين انتوا الصوت ده يا جماعة البعبع؟ احنا كنا بنلعب بالمية دي زمان ونفضل نعمل زي بالظبط كده، ممكن نحط مية في الشاليمو وفي العصير ونفضل ننفخ فيها تعمل صوت الحاجات دي. فالبعبع او الصوت you should make this sound when you put some water here to drop out inside your throat. تدخل هنا عند الظهر اللي هو الثرت الزور وبيحدث الصوت ده. وكمان التمرين الثاني وهو مسك التفاحه او جوفها، بس التفاحه عشان بتبقى اكبر شويه، ونعمل فيها قطمه كبيره. قطمه بيج بايت او عضبه كبيره، واقول عاي وانا بقطم انطقها. يعني واحنا بنقطم يا جماعه اثناء انطقها، لا دي بعبعه عا، الثانيه دي عاي بعبعه وليس غرغره الجرجلينج. تمام؟ لا ده صوت تاني. ونحط التفاحة يا جماعة وإحنا بنقطم التفاحة نعمل عين عا عا عا. تمام؟ ما أنا كنت هقول والله لسه كده، يعني إحنا أنا بعيد مرة تانية عشان الناس تبقى مركزة عشان ما يفوتش منهم المحاضرة، لكن التالتة والرابعة بقول اسمعوا التسجيل. خلاص يا جماعة؟ طيب نيجي بقى عند حرف الحاء. إيه أخطاء حرف الحاء عندنا وعند الطالب الأعجمي؟ يا سلام أعجمي، تعالى ده الأعجمي ده كوارث يعني ما شاء الله، ده ايه الاعجمي ما بيغلطش اكتر حاجه الا في الحاء. طب خلينا نقول احنا كمتعلمين او معلمين ايه اخطاء حرف الحاء عندنا. يجي او تيجي الاخت او المعلم الا من رحم ربي، كلنا بنخطا كده وكلنا كنا، انا كنت اكتر واحده كارثه يعني. فتيجي تقول وانا كنت بقول كمان، بقول بسم الله الرحمن الرحيم. فشيخي حفظه الله انما رحل وارتحل بيقول لي ليه بتعملي سكت؟ طبعا عارفين ان كلنا عارفين بقى سكتات همزه وحمزه وكده، فاحنا بنقرا لحفص يعني بلاش راح بلاش تعملي السكتات دي. فانا مش عارفه اجيب همس الحاء، مش عارفه اظبطها. تمام؟ التسجيل هينزل ان شاء الله على الجروب يا جماعه، خليكوا بس على جروب الدوره والتسجيل هينزل هناك ان شاء الله. فمش عارفه اجيب حرف الحاء. فالسكت اللي حضراتكم بتعملوه هو لقيت ان الاعجميات برضو بيعملوه. فبتقول بسم الله الرحمن الرحيم، مش عارفه تقول الرحمه رحمه رحمه، يبقى خلي بالنا من السكت وده خطأنا في حرف الحاء. الساكن المهموس يح بح تح، خلي بالكو الساكن المهموس واياك يا رب الهال. تمام؟ يبقى الساكن المهموس. طيب احنا عارفين احنا ما شاء الله بننطقه، طب ايه خطا عندنا كعرب؟ خلينا الاجنبي على جنب دلوقتي عشان اقول الكوارث بتاعته. قلت لكم قبل كده انا بسال حد هو فين العنوان ده، انت عارفه عند المعهد اللي هناك، معهد هو المفروض معهد معها، يبقى العين والهاء والحاء الثلاثه بيضربوا بعض ما بيحبوش بعض بيفضلوا يخبطوا في بعض، دي عايزه تقعد مكان دي ودي عايزه تقعد مكان دي وبيتحاربوا على مكان واحد، ما تعرفيش ده بتاع مين وده بتاع مين. يبقى حرف العين الحاء بتدخل على العين والهاء. طب والاعاجم بينطقوا لنا الحاء هاء وكلنا ما اختلفناش على كده، طيب اصلح له حرف الحاء ازاي؟ وكلنا عرفنا اخطائنا احنا، اصلح للاعجمي حرف الحاء ازاي؟ الاعجمي اقول له when you drink something hot something hot, when you eat something hot, when you eat something when you eat something hot, when you drink something hot, when you eat مثلا something بنقول عليه ايه hot مثلا او اللي هو spicy or spicy food. spicy عايزه اقولها بس راحت من بالي مش مركزه بس فضلا بلاش رسائل بلاش كتابه على الشاشه الله يبارك فيكم، يعني الاسئله كتير وانا عيني كل شويه تيجي عليها. فقلنا spicy او spicy food او hot, when you eat something hot, when you eat something spicy, when you eat when you drink something hot, لما تاكل حاجه سخنه تشرب حاجه سخنه، وهعمله ان شاء الله المره الجايه تاكل حاجه سخنه تشرب حاجه سخنه تاكل حاجه سبايسي you will produce this sound، انت هتنتج هذا الصوت
ده شيء. With the sound of the snake, صوت الثعبان لما بيمشي, فحيح الثعبان أما بيمشي على الجراس بيعمل حاجة اسمها الـ H-I-S-S اللي هو الهس. هذا الصوت. فبعلمه يجي مع الثعبان ماشي, يجي مع الأكل الهوت, يجي مع السبايسي, يجي مع أي حاجة من دول, بعلمه ينتج هذا الصوت عن طريق حرف الحاء. بستخدم ده ازاي؟ عن طريق الشريحة بتاعت نور البيان بالطريقة المطورة. بحط له الشريحة بريح بالي من الضغط, فهو بوري له الصوت وبوري له الشكل فهو بينتجه, او هو بيحاول ان هو ينتج الصوت ده. هيقوله اول مره هيغلط تاني, وهتيجي المره الجايه تلاقيه غلطان فيها ويقولها معاكي ويغلط, وهكذا لحد لما يعتاد عليها. معلش هي عايزه صبر. حرف الحاء مش عند الاجانب, مش عند الانجليز, بس عند اللي اخفى الله اسمهم من الدنيا وهدى الله قواهم اللي هم اسرائيل او اليهود. عندهم حرف الحاء ده تلاقيهم في اللغه بتاعتهم يقولوا دي لا مدرخي دي لا كتله كحوت. فتلاقوهم عندهم حرف الحاء ده مميز كده وباين, هم بينطقوا صح, لكن الاعاجم بينطقوا الحاء هاء. خلاص تمام. طيب ايه كمان ناقص عندنا؟ عندنا حرف الغين وحرف الغين وحرف الخاء. نيجي على اخر حاجه في الحلقه النهارده هناخدها. تمام امين يا رب العالمين. حرف الغين وحرف الخاء. حرف الغين ايه مشكلته وحرف الخاء ايه مشكلته؟ وركزوا معايا يا جماعه في القران بيتعمل ايه. تيجي الاخت تقول والليل اذا يغشى, دخلت الغين على الخاء. يغ هو من ادنى الحلق, غ او اخ او. الغين ادخل من الخاء, والهمزة أدخل من الهاء, والعين أدخل من الحاء, أدخل من الحاء. يبقى حرف الغين أغو أخ أغو. نتمرن عليهم عشان في ناس بتقرأ الغين وهي فيها إيه شوية خرفشة كده, يبقى بتنطق الغين وهي فيها شوية خرفشة. اسمحوا لي بس كده برحب بس بشيخ الفاضل, شيخي ومعلمي, معلمي المواد الشرعية كلها, والشيخ اللي طبعا علمني كل شيء وليه فضل كبير, الشيخ عبد الرحمن أبو العطا رئيس مجلس إدارة أكاديمية وحي نوحة. فلما بلاقي شيخي في مكان بصراحة يعني بأشكره على ما علمه لنا وما عطاه لنا صراحة, هو شيخي ومعلمي, معلم بمعهد الفرقان في طنطا. جزا الله عنا خير الجزاء, وجزا الله الأكاديمية عنا لتقديم هذه الدورة. طيب قلنا حرف الغين وحرف الخاء. يجي يقول يغشى يغشى يغشى. خلينا كده نتدرب على الغين والخاء في يغشى ويخشى. شفتوا الكلمتين يغشى يخشى يغشى يخشى. طيب بيقولوا لنا زمان كانوا بيكتبوا لنا في كتب العلوم بيقولوا لنا ان الشرايين سبحان الله اول ما تعلمنا انك لو فردت شرايين الجسم كلها يعني بديع صنع الخالق ممكن توصل من مصر من 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 مصر لاسوان او من القاهره لاسوان. تمام الله يحفظك شيخي. من مصر لاسوان يعني حضرتك حرف الغين ده عنده رخاوه, لو حضرتك عندك نفس من هنا لاسوان هيفضل معاك. زمان كنا بنلعب تمرين لو مين اللي نفسه اطول ونقول مثلا ايه وكلنا نعمل واللي يقف هو اللي يخسر والكلام ده كلها كنا اطفال طبعا. فلو انت قعدت تقول شايفين الرخاوه عاليه, رخاوته باينه جدا, بيحافظ على رخاوته. الغين حاجه والخاء حاجه. الغين عند الطالب الاعجمي مش هيقولها لك غين, هي صعب مش هتتقال غين, ممكن يقول هتطلع عند الخاء بس يعني نعمل له ايه الجرجلينج. عارفين الجرجلينج؟ جرجلينج يعني غرغره. ذا ساوند وين يو ميك ذيس جرجلينج, جرجلينج هي اسمها جي يو ار جي ال اي ان جي, جرجلينج الغرغره. وعند اللتر خاء مش هيقول الخاء, هينطقوا لكم الخاء كاف. معلش طب الخاء عامل زي ايه؟ يلا نشوف الخاء عامل زي ايه. خلينا ناخد الايه الحروف دي عن طريق الفلاشز بتاعتنا. يلا نشوف الفوتو اللي هي هنديها من شرايح نور البيان بالطريقة المطورة لغير الناطقين بالعربية. خلينا نشوف هنا, بسم الله توكلنا على الحي الذي لا يموت. خلينا ناخد هنا حرف الغين والخاء. نيجي عند حرف الخاء, عارفة وريته لحضراتكم ولا لا؟ ده حرف الخاء.
حرف الخاء الطالب مش عارف يجيبه، فانا رحت جايبه له حاجه خاء is similar، ناقصه is معلش، is similar to the sound of snoring during sleeping. snoring اللي هي مثل ما يحكوا عنها الشخوره الشخير، الصوت اثناء النوم. فطبعا حاطه موقف، الموقف ده كان صعب جميل. اول ما جبت معنى الكلام ده، كانت واحده وزوجها، موقف طريف يعني، كانت اخت وزوجها بيتكلموا بس مش عارفين ان هما بيتكلموا ايه على الخاص، يعني مش كاتبين دايركت، مش بيكتبوا لبعض، هما بيكتبوا لايفري وان. فهي بيتكلموا، انت هتقولي، انت هتقولي لي، اه انت بصوتك. فطبعا كان موقف لطيف جدا، لسه فاكراه لحد الان، كل ما افتكره بضحك طبعا. فيعني عايزه اقول على صوت الشخير اثناء النوم. فهي بتقول ايه، الصوت ده يتعلم يقوله لما يعرف، هو لما يعرف كده وهيسمع الصوت ده، واكيد بيسمع الصوت ده، فهيعرف يميز الصوت ده اللي هو صوت الشخوره. يبقى ده حرف الخاء. تمام. رابط الكتاب ان شاء الله، والكتاب هيكون هو يباع عن طريق اكاديميه وحي نيوح، لا يوجد الا عن طريق هذه الاكاديميه. طيب خلونا ناخد صوره اخرى لحرف اخر. لحظه يا جماعه هوريكم. احنا قلنا طبعا حرف الغين ملوش مقابل، ملوش مقابل في الانجليزيه، ملوش اي مقابل. خلينا نشوف حرف الغين. يبقى احنا خدنا همزه، وخدنا ايه، ناخد، لا ناخد الحروف اللي احنا خدناها النهارده. احنا خدنا ايه، خدنا الهمزه. يبقى يلا طلع لكم الهمزه ازاي يصلحها للطالب الاعجمي. هنا همزه، it is a light letter. بالمناسبه معلش دي عايزه تتصلح، بالمناسبه معلم الاونلاين لازم يصمم شغله بايديه، وده الشغل ده انا مصممه كل شغلي بايديه، اي شغل، اي محاضره، اي تصميم بعلمه للطلبه، اي شهاده، كل حاجه ان شاء الله هخليكم تعملوها بايديكم، وابتغاء مرضات وجه الله الكريم. مش هنقول بقى هتبوظ لنا الدورات اللي بعد كده، يلا تطلع من اكاديميه وحي نوحه في شهر رمضان الكريم، لعلها تكون تفريج قربه لاي حد فينا. هنعلمكم ازاي تعملوا نفسكم الحاجات دي وتبقى معلم مكتفي ذاتيا من كل شيء. همزه، it is a light letter. ان شاء الله لما ينزل الكتاب في رمضان هنبعت اللينك بتاعه. همزه، it is a light letter. عرفنا كلها وعرفنا. تمام، الله يبارك فيك يا حبيبتي. ستيك الف، كلنا عارفين الالف اللي واقفه دي، لان الطالب كده مخه باظ. احنا كنا زمان، احنا كان مخنا بايظ واحنا صغيرين. مين اللي همزه ومين، مين اللي راح فين ومين جه منين يا جماعه؟ ده احنا مخنا بتلزق. دي همزه ودي همزه، طب ودي بتعمل ايه؟ دي الستيك، دي الالف. يبقى الهمزه لوحدها، لوحدها دي همزه. لو اتحطت الشابوه اتحط على الكرسي اللي هو التشير او الستيك، همزه. لو هو لوحده alone this stick like a tube alone، يبقى دي ايه؟ يبقى ألف. خلاص كده كلنا عرفنا. طيب همزة like we pronounce it like animal. A A A A. خلاص يا جماعة، A animal and or apple. A A ambulance. A A A A. سواء تفخيم أو كده. تمام، آمين آمين آمين. تمام يا جماعة، يبقى كلنا عرفنا ازاي نصلح الهمزة. ده الطالب الاعجمي، احنا عرفنا بيننا وبين بعضنا اخطائنا، احنا نحلها مع بعض، احنا معلمين مع بعض وفهمنا وخلي بالنا من النقطة دي. احنا بقى ما ننشرش اي حاجة قدام الطالب، يشوف منا كل حاجة كويس. يبقى خدنا الهمزة، يلا ناخد الهاء، الهاء وبعدين مفيش عين طبعا ومفيش حاء، لان احنا الحاء ملهاش مثيل. قلت لكم drink something hot, eat something hot, eat something spicy. والهاء هجيب لكم الهاء دلوقتي، like hot او like، الهاء هينطقها ازاي، like hat. وهتشوفوا محطوطة ازاي، يعني دي يا جماعة like hat. طب انتي مصممة ده، الاخت بتقول لي مصممة ده على اللابتوب، لا انا مصممة كل الحاجات دي على الموبايل، مفيش ولا حاجة صممتها على اللابتوب. هبعت لكم حالا دلوقتي اللي هي حرف الهاء. ازاي هتعلمينا؟ اه هنعلمكم، ويبقى اول بقى حاجة تعلمتوها ان شاء الله باذن الله عن طريق اكاديميتنا الموقرة، اكاديمية وحي نوحة لتعليم القرآن والتجويد والدراسات الاسلامية للعرب وغير الناطقين بالعربي. عندكم حرف الهاء،
وطبعا شكر كبير ملحوظ ومشكور جدا للاستاذ مصطفى العفيفي زوم اوفيس. عندنا حرف الهاء، هاء. It is near to the sound of that of hat. طبعا معلش هنا انا كاتبه تحت مش هي اللي بصدر فيها الغنه. ليه؟ او انا عشان اوفر على نفسي كتابه فكنت بشيل واحط فنسيت امسح اللي تحت. تمام، هنقول اخطاء الغين والخاء مره اخيره. طيب يبقى حرف الهاء كده يا جماعه كلنا عارفين هاء، كل حاجه هنتكلم عليها حاضر. حرف الهاء like hat hat like hot like hand. ناس يكتبوا لنا كده على الشاشه كده للتنشيط ايه الكلمات اللي بحرف الاتش في الانجليش. hat hot horrible human ha ha hand. ماشي، ايه كمان؟ هن، دجاجة. جميل يا هن. horse، تمام. happy، excellent. how، it is right. happen، yeah. hurry، it's nice. helmet، خوذة. جميل. hello، hat. جميل، يبقى كلنا نصلح للطالب كلمة بالإكوافلنت بتاعها أو ما يعادلها من اللغة بتاعته. هاي، هوم. جميل، يبقى كلنا اللي كل واحد بقى يطلع إيه ما شاء الله اللي في راسه حاجة بقى واللي يجي ساعتها. هاوس، هاوس إن بريتش، هاوس إن أمريكان. تمام، انتظروا كورس الأمريكان أكسنت إن شاء الله من أكاديمية وحي نوحة بس شهر 8 أو 9 القادم إن شاء الله. أمريكان أكسنت والناس براكتس، بس نخلص الاول البريتش اللي طالع عن طريق اكاديميه وحي نوحه برضه نخلصه وان شاء الله ندخل على الامريكان. هاسبيتال، هاسبيتال، هاسبيتال دي بالامريكان، اما هاسبيتال دي بالبريتش. بدل ما نقلبها فونكس انجلش بالاكسنت خلاص كفايه كده عشان ما بسرح خلاص. تمام يا جماعه، يبقى هات هات وهكذا. يبقى كلنا عرفنا ده. هتكلم على الغين والخاء الاخطاء تاني. الغين والخاء قلنا الغين والخاء بيطلع فيها ايه؟ بيطلع فيها حرف اللي هي او الغين بنطقها زي الخاء، فبقول يغشى، هي يغشى. طب قولي لنا بقى تكايه كده حته اخيره، كويس ان الاستاذ عمرو الشيخ عمرو فكرنا ما قال لي قولي لنا اخطاء الغين والخاء، فكرني بحته كنت عايزه اقولها. اول ما تحافظ على رخاوه الغين الغين والخاء هيتنطق الحرف المرقق اللي قبلها صح، زي غير المغضوب غير المغضوب، يغشى يخشى وهكذا. تمام يا هدى؟ خلاص يا جماعه، يغشى يخشى وهو صوت بيبقى ميكسد، بيتنطق الصوت ميكسد. خلاص يا جماعه، بننهي كده محاضره النهارده. اتكلمنا عن مخارج الحلق كلها، ده انا كويس ان انا كملت المحاضره كده وانا مسكته ولاد اخويا يعني معامله لهم متذنبين عشان اقدر ادي المحاضره واركز. ف قدامكم حوالي 33 10 قدامكم 11 دقيقه للاسئله، 11 دقيقه للاسئله. يلا ناخد الاسئله من الناس. طيب بس اسئله ايه بقى؟ اسئله تتعلق بالجزء عشان نبقى منظمين ونبقى الامور كويسه. ان شاء الله بكره التعليق على الأخطاء، امبارح خدنا استعاذة وبسملة. تمام، بكرة هعلق على الأخطاء وهكمل بقية المخارج. خلاص، طيب هنتكلم على الأخطاء كلها. خلينا نشوف الشات ونشوف الأسئلة اللي احنا المفروض نشوفها. طيب نيجي هنا عند الشات. ربنا يبارك فيك يا رب أستاذتنا، الله يبارك فيك. في أخت بتقول أنا متوسطة إنجليش، هعلمكم إزاي تعملوا او تظبطوا اموركم، او هنبعت لكم ان شاء الله لينك الانجليش بتاع المستوى الاول الخاص بمعلمي الاونلاين. فاضل محاضرتين عندي هتخلص وهنبعت لكم اللينك للمستوى كامل مجاني مقدم من اكاديميه وحي نوح. طيب في اخت بتقول انا عندي اماله في الهمزه، الاماله اللي هي الدرافتنج او الديفيشن، تمام، او انحراف في الصوت. الاماله في الهمزه ما ينفعش تقولي ايه عشان تقولي الاماله او تمنعي الاماله وتقولي الهمزه صح، خدودك ما تتحركش لورا، خدودك ما تتحركش لورا، فتقوليش ايه ايه كده همزه، اعلي بالصوت وما تستعلي بالصفه. هنقول ا ا افضلي كده ا، اعوذ
وانت قايله تمام يا جماعه معذره حضرتك عارفه كاننا ماشيين حاطين حاجه على راسنا كانهم على رؤوسهم الطير، عارفه انت يعني ما تحركيش كده وقولي استقامه، رقبتك كانك حاطه حاجه على راسك خايفه تقع. هكذا. طيب تنفعي ان شاء الله متوسطه، هتظبطي اموره خالص وهتستفيدوا جدا يا جماعه ان شاء الله، هنديكوا كل حاجه ما تقلقوش. بتعملي فيها استعلاء، ما ينفعش اقول الاستعلاء عباره عن ايه؟ قلنا الاستعلاء شرطه حاجتين، ارتفع باقصى اللسان ناحيه الحنك الاعلى raising the back side of the tongue towards the higher jaw or towards the roof of the mouth، برتفع باقصى اللسان ناحيه الحنك الاعلى واملى الفم بالهواء. خلاص؟ طب انت ما تعليش، ما ترتفعيش باقصى اللسان لو حضرتك مش عارف بتعملي استعلاء، وما تمليش الفم بالهواء، حافظي على الشفتين في الوضع الافقي الطبيعي. الكتاب هينزل على رمضان ان شاء الله ويبقى ايه يعني كتاب العيد بقى. طيب لو حضرتك ظبطتي المخرج، طبعا هنسمعك ونشوفك ظبطتي المخرج ولا لا في حلقات تصحيح التلاوه. احنا لسه بنقول بسم الله. ربي يبارك فيكي. الواجب هو كتابة أخطاء كل حرف من الحروف، يعني لازم نسمع المحاضرة كتابة كل خطأ عشان يبقى قدام عينيكم ما تنسهوش. إزاي تتفادي الهمس من التاء المتحركة؟ وقلنا كده يا أسماء إن أنا أجيب قمة طرف اللسان يا جماعة، هتكلم لما أجي أدخل على الحروف النطعية وألصقها أقول تا تي تو أت، ما ينفعش أقول تشي والعاديات تشي مثلا تشي تشي كله، لا هقول لك تبعدي الاضراس ازاي. طيب التواصل عن طريق الاكاديميه الكنديه ولا في جروب تاني؟ معلش لا حبيبه قلبي، معلش يا اسماء لو انت على الجروب ابعتي للطالبات. لا دي مش الاكاديميه الكنديه، انا بعت لكم في طبعا انا الاكاديميه الكنديه مش فيها دلوقتي، انا بعته لكم عن طريق اكاديميه وحي نوحة، فحضراتكم ابعت لهم رابط الجي تي يا اسماء فضلا على الشاشه. الواجب كلنا يا جماعة هنكتب المخارج أو أخطاء المخارج اللي احنا قلناها النهاردة. عبير قالت أنا عندي لدغة في حرف الراء ومش عارفة أصححها، عشان تنطقيها يا حبيبة قلبي هجيب لكم المرة الجاية طفل، صورة طفل وأوريكم الحاجات اللي انتوا الطفل بيحط سودانية أو بنبونية على طرف لسانه وبيشيله فوق، أو بيحط بقسماطة كده رفيعة دي ويحطها ويفضل ماسكها علشان ما تتحركش، هوري لكم تمرينات لحرف الراء. حل المشكلة لقلقلة الذال، هتقولي ايه؟ تفضلي ماسكة طرف لسانك ما يهربش، لو ما مسكتيش طرف لسانك وانت بتقريه ساكنة هيهرب منك، هيقلقل منك. الكتاب ورقي ان شاء الله مش هينزل دلوقتي لان رقم الايداع هيتأخر، فهنعمله الاول على رابط وباذن الله ننزل الكتاب ورقي. كيف نتخلص من الاختلاس؟ عن طريق اعطاء الحرف الزامن الصوت بتاعه ا اي او با بي بو، ما ينفعش اقول با بي بسم، لا يبقى لازم محتاجه نطق الحروف مع الحركات عن طريق نور البيان. في اخت بتقول الحاء فاضل لنا دلوقتي 7 دقائق. الاخت بتقول الحاء عندي طالبه، الحاء عندي طالبه لما بتنطق الحاء المكسوره بتدخل على حرف الكاف، وتعباني في القاف المكسوره بتنطقها كاف. طيب اللي بتدخل على حرف الكاف دي ان انت لما تديها الصوت حاء حي حي لازم تطلع منك، تعرفي لو هي سمعتها منك صح هتقلدها. شوفي هي عندك فيها مشكله ولا لا يا منار. طيب حرف القاف المكسوره كلنا عارفين القاف المكسوره تتعرض لما يسمى when قاف exposed to، تتعرض الى كسر الكسر it will have or what it is called here this is called here، هذه الحاله تسمى relative elevation or relative استعلاء. تمام؟ طيب يبقى القاف بقول قي قي، يبقى حضرتك قولي لها قولي قي قي، وقولي لها وانت بتقولي قي قولي لها انطقيها قاف قي، قولي لها كده قولي لها انطقيها قي زي ما انت عايزه، بس حطي صبعينك الاثنين ورجعي خدودك لورا زي ما كنا بنلعب زمان، اللي يعني بنوسع بقنا بقى والحاجات بتاعت زمان دي، قولي لها قولي قي وتعمل كده قي قي، والشفتين راجعين الى الخلف. ربنا يبارك فيكي حبيبتي، الله يحفظك يا رب امين. والجميع ازاي لا نقلق نقلقل، قصدك نقلقل الهمزه، احنا بتقولي ا ا ا ا، اوعي تطلعي الصوت اللي بعد ال ا ا ا ا، دي الطريقه دي هتعلمك ما تقلقليش الهمزه. لا تبتسم وهي تنطقها،
مش عارفه تبتسم وهي تنطقها، مش اخده بالي. سؤال يعني عايزه يوضح اكتر، سؤال خارجي. اريد تعليم كيفيه تنسيق المناهج على الباوربوينت، لعلمك يا جماعه كل الملفات اللي انا عاملاها دي مش باوربوينت، انا معلمه الطلاب بتوعي عن طريق برامج على الموبايل نعمل حاجه اسمها السيمي باوربوينت سلايسز، شرايح شبيهه بالباوربوينت. خليني اعرفكم على شرايح شبيهه بالباوربوينت وهخليكم تشوفوها ازاي، وده ان شاء الله بيبقى ده التصميم لوحده، هي دوره كامله للتصميم، ولكن هنقول لكم فيها حاجات تخليكم تقدروا تعملوا برضو وتمشوا طريقكم علشان دي دوره شامله. بصوا يا جماعه، شرايح او السلايسز بتاعت اللي عاملاها زي الباوربوينت، نتوكل على الحي الذي لا يموت. يعني مثلا حضرتك شايفه كده او حضراتكم شايفين كده، وهو فتح الفم بالعرض يا جماعه مش بالطول، ده مش باوربوينت. حضراتكم شايفين ده نطق حرف، وهوريكم كمان علشان الناس تستفيد. وبصوا معانا كده يا جماعه، خليني اعمل لكم شير سكرين وادخلكم على الملفات واقول لكم الشرايح. بسم الله. يعني مثلا خلينا هقول لكم زي دي، زي ما حضراتكم شايفين ده مش باوربوينت، انا مصممه على ايدي، كنت بشرح كتاب اي لاف اسلام، بقول انتقادات في مبادره كانت مع استاذتنا الفاضله نذكرها بالخير استاذه زينب عبد الفتاح. حضراتكم شايفين قصيت وفرغت وحطيت وعملت شغلي، يعني الانسان انتوا هتتعودوا ما تشتغلوش الا من ايديكم، زي ست البيت كده اللي ولادها وزوجها ما بياكلش الا من ايديها، ما عرفوش ياكلوا بره، ما ناخدش حاجه بره، ما نشتغلش على مجهود حد او ناخده ونسيبه لينا مثلا. كل الحاجات دي ده في الاسلاميك مثلا. بصوا بقى شريح شبيه الباوربوينت، هوريكم ازاي يا جماعه، ادي كانه باوربوينت لسه جاي قدام اهو، ده كانه باوربوينت وهو مش باوربوينت. كل ده حضراتكم تقدروا تعملوا زيه واكتر وافضل كمان زي ما حضراتكم شايفين طبعا. طيب ايه كمان ان انت ممكن تقولي لنا ان احنا ممكن نصمم باوربوينت لينا، يعني هو في امل؟ اه في امل ان انتوا معلمين تعملوا كل حاجه وتطلعوا ان شاء الله من الدوره دي حاجه كده محترمه يعني. تمام، ادي ده كتاب عاملاه كتيب كان لمؤسسه غراس في السعوديه، وده عاملاه بايديا اهو، بس ما فيهوش اي حاجه خالص، ده باوربوينت يا جماعه مش باوربوينت، ده على برامج الموبايل. طبعا مش شايفه الاسئله على الشاشه عشان انا فاتحه شير سكرين. صلوا على نبيكم، ده كان ايام المبادرات اللي عن طريق برضو اكاديميه وحي نوحه شرحناها بس كده. خلاص، هو ده الشغل اللي قلت لحضراتكم عليه. فحضراتكم مش لازم الباوربوينت، هعلمكم ما يشبه لذلك. لا مفيش نسخه لللاب للاسف. تمام، البرامج فيه كتير، ده عايز كذا برنامج في بعض، منهم المصمم العربي ومفرغ الصور وهم الحاجتين دول بس، وبرنامج البنترست. عايزين ان شاء الله تتعلموا باذن الله تعملوها ازاي. طيب نكتفي كده، فاضل لنا دقيقتين وهناخد اخر سؤال او اخر سؤالين في دقيقتين فقط يا اخواتي واخواتي، باقي تبقى دقيقتان. ربي يبارك فيك يا رب. حد عنده سؤال؟ يا رب ان شاء الله تكونوا النهارده استفدتوا بحكايه اللي هي الفلات، الشقه دي الابارتمنت. تمام، واياك يا رب. نشوف الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء ونحاول ننطقها، نسمع المحاضرة مرة واثنين وثلاثة علشان نصلح كل ده. في حد عنده سؤال؟ اللي يتوجد تصحيح كل أخطاء دفعة واحدة مأخوذة؟ لا، حرف حرف يا حبيبتي عشان ما يملش مننا ويهرب. تمام، جميل. آية مش عارفة ليه بتتكسر، مش قاعدة بالي. الكتاب اللي فيه الجمل بالانجليزي هو ملفات ان شاء الله او كتيب كده ينزل عن طريق وحي نوحه، خلونا بس هنزله لكم عن طريق الدوره يعني ان شاء الله تترتب الامور، لاني كنت فاقده كل الملفات قبل كده فصعب كنت مرجعاها. طيب نكتب الواجب بتاعنا، نكتب اخطاء مخارج الحروف. اللي بيخرج لسانه في حرف الذال بيخرج طرف اللسان المستدق فقط، نعم، مع اطراف الثنايا العليا، لكن في مشكله برضه في نطق، افضل اقول ذا احاول اركز على نطق الصوت حرف الذال ذا ذا، وودني تسمعه كويس. تصحيح التلاوه الفجر ان شاء الله، جزاكم الله خير الجزاء،
التصحيح التلاوه دي بعد الفجر برضو مقرأة طالعه من اكاديميه واحد يوحى. شكر كبير جدا وخالص للاستاذ مصطفى العفيفي، شركه زوم اوفيس يا جماعه، ناس محترمه جدا في التعامل، ناس يعني ما افضل حد تعاملنا معاه. شكرا على الغرفه المقدمه، ربنا يبارك فيكي حبيبتي، جزاك الله خير الجزاء. الواجب هنكتبه، والله اللي عايز يكتب انجليش ما فيش مشكله. استاذ احمد مناع، استاذ احمد مناع ليه شهاده تكريم من اكاديميه وحي نوحه، حد خلوق جدا، اهل قران، مواظب، بيشتغل كويس على نفسه، ما حتى لو في وجود نساء ولا كده بيبقى موجود مع نفسه في حاله ما شاء الله، ويقاوم للاخر ما فيش مشكله. فليه شهاده تكريم الاستاذ احمد مناع. جزاكم الله خير الجزاء. الساعه الان 11:45 بتوقيت مصر، الساعه 10:45 بتوقيت غزه، الثانيه 10:45 بتوقيت السعوديه، 1:45 بتوقيت الامارات. اشوفكم على خير ان شاء الله غدا محاضره اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.